مسؤول المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور مجاهدين في بشاور الدكتور فايز عزام. زائرنا الارض المحتلة ممثلا لحركة المقاومة الاسلامية حماس. الخامس مستقبل الانتفاضة المباركة. البرنامج الثالث الشهيد عبد الله عزام. أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وأصلي وأسلم على سيد العالمين وقائد المجاهدين سيدنا محمد بن عبد الله، أن نرحب بكم أجمل ترحيب إلى مؤتمر فلسطين الثاني، مؤتمر الشهيد عبد الله عزام. لم ينتصروا على الصليبيين الذين زحفوا من الغرب ولا على التتار الذين زحفوا من الشرق إلا بالإسلام. يوم قام هؤلاء الأشبال منطلقهم المساجد ورايتهم المصاحف وصيحاتهم تتعالى من المآذن حي على الجهاد وشعارهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، أشبال الحجارة، الثورة التي أطلق عليها في أول الأمر ثورة المساجد، وهي فعلا ثورة المساجد. أحمد الله تبارك وتعالى أن حضرت هذا المؤتمر الذي يحمل اسم شهيد عزيز علينا، حبيب إلينا، وأخونا المجاهد الصادق شهيد الدعوة وشهيد الجهاد عبد الله عزام. عبد الله عزام من هنا من مؤتمر الشهيد عبد الله عزام، مؤتمر الاتحاد الإسلامي في أمريكا. وبيسقط غصن الزيتون وينك يا البندقية؟ أن جاء أحد قادة حماس من فلسطين من مواقع الجهاد هناك، جاء إلى مؤتمرنا هذا وهو الآن بينكم، سيقفز كالأسد إلى منصة المسرح ليشرح لنا الأوضاع عن فلسطين وأحوال المجاهدين، لتعود إلى المساجد بصيحات الله أكبر من قنابل المولوتوف والحارقة والقنابل الحارقة إلى غيرها من الوسائل الأكثر فعالية التي أختتم بها كلامي. عملية الباص، عبد الهادي سليم غنيم الذي نفذها على طريق القدس باص 405، أن أزاح الباص عن الشارع ليسكت في واد سحيق فيقتل 16 جندي يهوديا. من فوق هذا المنبر أن يضع الأوراق جانبا ويحمل السلاح. تشكلت كما قلت حماس في أواسط شهر كانون الأول، طبعا نقلت المعركة إلى هناك وكانت في تل أبيب. خرج أحد الإخوة، بدأ في سكين في عمارة يضرب الناس جميعا، وبعد ذلك خرج إلى سطحها ليقذف بأنابيب الغاز على المارة فيريد أن يوقف الانتفاضة ليلتقطوا أنفاسهم.